بقى مش هتيجي يا عم. عندي بكره بنات في مؤتمر جه ده تعمل جه مؤتمر السيسي مع واحد بطل جاي مصر اشوف كل اللي بيخافوا من السيسي ازاي قطر ها قطر ايه ده بيقول بريطانيا قطر ولا بريطانيا ما هم عرب ولا جوزها ما تقولش يعني شوف مصر اللي هو قاعده ضد اسرائيل كل ده ضد امريكا ده قال لي بيت بتاع امريكا رئيس امريكا مؤتمر قال له حد اعمل اجتماع معاه عشان يشوف قال له لا ما تنزلش طالما انت ميه اسرائيل في الضرب صح كده انا راجل فاضل بس ايه يا عم تضرب الدوله العربيه وتقيتها بالضرب ها وليك عايز تعمل اجتماع معايا لا فده قال له لا يا صفا جدع لابد بجد اسرائيل زي الشعب اللي في اليمن النهارده على الثلاثه الصعيد والشرقيه والمنطقه التريعه عليهم النهارده من التاريخ الشعب بيقولوا ايه؟ قول السيسي؟ لا والله يا جدع بيقول له كنت الظهر هنشيلوك و خلاص هيشجعوا انتخابوك وخلاص دلوقتي بنشجعوك اه شفتوا بقى؟ يعني كانوا عايزين يشيلوك؟ يا ولاد هي جت مختلطه ها؟ لا بس خلي بالك الشيء ده والله ما كانش هيتشال لا بس كان هيحصل قلق عندنا الجماعات والاحزاب والحاجات دي صح؟ بتاع بريطانيا كتر من ده بتاع بريطانيا بابا اخرج عالم بريطانيا اهو عالم بريطانيا احنا شفنا اهو اه ده رئيس وزراء بريطانيا جاي السيسي ده دفع امال ايه خريطه قطر اللي ورانا قطر بقى اه بريطانيا ممكن يبقى في قطر؟ لا ده في مصر ده في مصر اه رئيس بريطانيا ليتس جو نعم تورستو Swing an airplane. So fly. I'm not supposed to do cool. Come on.